اهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل ما اقدم ضيوفي الكرام اشكر زميلي العزيز محمد فوده والاستاذ هشام الهلوتي على شغلهم في التقرير بتاع برج مغزل، وبشكر كمان زميلي محمد الجوهري اللي بيعمل لنا المونتاج دايما وعامل لنا مونتاج رائع في حلقه عند رصدهم، وبشكر زميلي الاستاذ يحيى المصور اللي بيصورني لحضراتكم دلوقتي، وبقدم الاستاذ الدكتور احمد شوقي العقباوي استاذ طب النفس بجامعه الازهر الشريف، استاذ الدكتور، وبقدم استاذنا الدكتور العالم الجليل الفقيه الدكتور سعد الهلالي استاذ الفقه المقرن بجامعه الازهر الشريف. مساء الخير استاذ. مساء الخير، بارك الله فيك. هو احنا كنا اردنا ان نلملم الاشياء اللي فتحناها خاصه بالجن. نعم. وكنا اتكلمنا في حلقه سابقه وبعدين اتعطلنا الاربع اللي فات لانه كان في عندنا حلقه كده خط طريقه، فهنكمل الحلقه دي عشان نختم هذا الموضوع. نعم. بسؤالين يا دكتور. اتفضل. السؤال الاول، هل الجن يدخل جسم الانسان؟ ثم السؤال الثاني، ماذا يستطيع الجن في اذيه، الى مدى او الى اي مدى تصل الاذيه من الجن للانسان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في القران الكريم طمأنة لكل انسان انه يعيش في رحمه الله وفي كنف الله وفي حفظ الله، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. نعم. فعلى كل انسان مؤمن وموحد بالله ان يكون على يقين بان الله يحفظه وبأنه يعيش كائن مستقل هو مسؤول عن نفسه، وكل إنسان ألزمناه طائرة في عنقه. ويطمئن الله عز وجل الإنسان في أن أحدا لن يدخل في جسده من الكائنات الأخرى، ربما يدخل في فيروسات، يدخل في أمراض، يدخل في علل، لكن أن يدخل فيه كائن فهذا شيء من المستحيل. في القرآن الكريم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. إذن هناك استقلالية الإنسان في قوله عز وجل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يعني يستحيل أن يوجد إنسان توجد له في فترة زمنية في حياته قلبين. فإذا كان الجن كائن وله قلب ويدخل في الإنسان بقلبه ويلبس الإنسان ويكون للإنسان قلب وقلب الجن في داخله، فهذا شيء من المستحيلات. الأمر الآخر، أنت تتحدث دلوقتي بآيات قرآنية قاطعة أن الجن لا يستطيع إطلاقا الدخول. بالتأكيد. حتى إن الذين يزعمون بأن الجن يدخل ويعتبرون هذه مسألة واقع أو واقعة حال ويشهدون بأن الواقع يشهده، هم يحكون عن واقع ونحن نعيش في الواقع. الأمر صار في يد الأطباء ولم يعد للفقهاء ولا للشرعيين الحق في التدخل في تلك المسائل. يعني كان المعلوم أن أهل الشريعة هم الذين يعلمون كل ما يحتاجه الإنسان، المسائل. حتى كان يسمى العالم الشرعي العالم لأنه كان محيطا بكل الأمور الفلسفية والأمور الجغرافية. عالم مش معنى، مش لقب، ولكنه معنى أنه يعلم في كل المواطن الأمور. نعم. وكانت العلوم الأخرى لا تزال أجنة في الرحم فحم الفلسفة، عندما بدأت تظهر واحدة بعد الأخرى بالتأكيد يحدث صدام، لأن العلم عندما يظهر في بادئ الأمر ينكره الناس ويرفضه الناس، لدرجة أن ابن تيمية كان رفض الكيمياء واعتبر هذا من السحر. وكثير من أهل العلوم يعدون كل علم كل جديد يعني ينكرونه، حتى مؤخرا كما قلت في الحلقه السابقه الجيفري عندما يعني اكتشف البصمه الراسيه قابل النكران من الكل، من الصحافه، من الكتاب، من المحامين، من القضاه، سنتين متتاليتين الى ان بذل كل ما يملك من اجل اقناع الناس عن طريق شرائح الاسترايز اللي كان يعرضها بالتتشو، الى ان اقتنع الناس بعد سنتين، يعني يشوف قد ايه من العمر الى ان اقتنع الناس بذلك. وحتى في بعض البلاد لا تزال تنكر البصمه الراسيه. اذا كل جديد الناس يرفضونه. الأمر الآخر، عندما كان ابن تيمية عليه رحمة الله يعد أن التلبس بالجن أمرا من المعقولات التي هي في الحياة يحكيها عن واقع، فهو يزعم بأن هذا الأمر كان واقعا، ويأتي ابن القيم تلميذه ويسفه الطب في عصره عندما كان الطب لسه لا يزال حبوا وليد. نعم. سفه هؤلاء ويعني سبهم واتهمهم بالجهل والسفلة والحمقى بنفس العبارات، ويقول أين صناعة الطب من الصرع الروحاني؟
فلينجح من يزعم بصناعة الطب أن يعالج الطب الروحاني. ده ابن تيمية. نعم. لا ابن القيم. ابن القيم الجوزي. لكن يعني تلميذه بالتأكيد. وهو كان يردد ما يقوله ابن تيمية. إذا كان هناك يعني دعوة وادعاء بأن هذا أمر واقع، والأمر الواقع هل يتحدث فيه الفقهاء أم يتحدث فيه من يراه في الواقع؟ أنا أزعم بأن الذي يتحدث في مثل هذه الأمور أهل الطب، أهل التخصص، أهل العلاج، باعتبارها قضية مرضية، وهذه القضية المرضية تدخل ضمن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما جعل الله من شفاء، ما جعل الله من داء إلا وله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. فكل ما نرى من اعتلال يدخل في حكم المرض الذي له من أهل اختصاص الذين يعالجونه. أما أن يدخل الجن في داخل الإنسان فأعد هذا وهم، وأعد هذا خرافة، ويجب أن نبتعد عن ذلك. كيف يدخل وأين يدخل؟ الحديث الذي ورد في الصحيح البخاري مش أي حالات ثابتة على مدى التاريخ دكتور سعد، وأنت كلمة ثابتة هذه التي يقولها مقارنة الذي رجل نعم عندك كل الآراء. أستأذن فأقول بأن الذي يتحدث عن واقع الحال أهل اختصاص، الذين يزعمون ويكتشفون حالة من الحالات ثم يرصدونها ويعدونها ويسجلونها. من المختص حاليا؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من أهل الذكر الآن في مثل هذه الأمراض؟ إذا كانت مؤسسة الطب التي هي منوط بها هذا الأمر ورصدت ذلك، فنعد هذا ثقة من أهل الاختصاص. أما أن نجعله لأحد الناس يتحدثون ويتربحون من ورائه، فهذا من الواجب علينا أن نحذر من ذلك. أمر آخر أريد أن أبينه في حديث أنس الذي ورد في الصحيح. نعم. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاريه بالجوع. هذا الحديث يظنون بأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قرأت أكثر من شرح لهذا الحديث، الإمام البغوي في شرح السنة، ابن الجوزي، ابن الأثير، كلهم وغيرهم يقول إن المقصود إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم أي بالوسوسة، ويقولون صراحة: ولا يدخل فيه دخولا حقيقيا. هذه العبارة موجودة في هذه الكتب. يعني عليه الصلاة والسلام أشار إلى القرب. نعم، إلى القرب، إلى أن الشيطان يوسوس. نعم، الشيطان مش معناها دخول. نعم، مش معناها دخول. بالتأكيد دخول مادي، كيف يدخل جسد مادي في جسد مادي؟ بالتأكيد شيء لا يمكن أن يعقل. ولا يقال بأن الجن روحاني ويدخل فيدخل فيه روح روحين. هل وجدنا في إنسان واحد روحين؟ هل في كائن واحد روحين؟ ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. أمر آخر، يعني أنا أزعم بأن الجن أضعف مخلوق من الإنسان، والإنسان يصرعه. ووجدت نص لابن القيم رضي الله عنه، رغم أن ابن القيم ممن يزعم بأن الجن يدخل في الإنسان، يقول إن رفع الجن يكون بالذكر، وإن المؤمن رفعه بمعنى خروجه. وإن المؤمن أو منع دخوله، لا عفوا، يقول منع دخوله بالذكر، وإن المؤمن لا يصرع الجني بالذكر، حتى إنه إذا صرع التفت الشياطين. ويحكي هذا عن بعض السلف بنفس عبارة ابن القيم، ويقول إن أهل بعض السلف يقول إن المسلم أو إن المؤمن إذا كان ذاكرا لله عز وجل فيصرع الجن، فيلتف الجن من الشياطين الجن حول هذا المصروع، فيكون ما هذا؟ فيقال مسه الإنسي. العكس بقى، مسه الإنسي، يعني الإنسي هو اللي مس الشيطان أو الجني. ده كلام ابن القيم وليس كلام أحد من الناس الذين يظنون بأن ابن القيم ممن يزعم هذا. هو الذي نص صراحة بأن الإنسي هو الذي يصرع الجني ويمسه، مسه الجني. هذا ويحكي بعض كلام معتمد. يعني تسليم، لأنه أنا بس برد على من يزعم بأن ابن القيم ذكر ذلك ونصبه. نعم، في الواقع ده واضح، بس أنا بسأل حضرتك هل ده كلام معتبر؟ بالتأكيد. أنتوا كعلماء تعتبرونه كلام معتبر ذو قيمة يعني؟ لا لا عفوا، بالتأكيد. لا. هذا يحكي عن واقع ويحكي عن نفسه، وأنا أرد وعن زمن وأرد عمن تمسك بابن القيم. بابن القيم، يعني ابن القيم الذي يزعمون بأنه يقول بأن الجن يدخل في الإنس هو الذي يقول بأن الإنس يصرع الجن. أنا أذكر لك في كتاب الله عز وجل بيانا لأن الإنس أقوى، وهو الذي يصرع الجن لو ظفر به. الجن خلق لا يرى، فلو رؤية، لو انكشف، لو ظهر، كيف يكون خلق لا يرى؟ أي نعم، ونقول لو
يعني لو ما فيش لو في الحكايه، لانهم قالوا بانه خلق لا يرى ولكن يمكن ان يتشكل فيظهر بمظهر خارجي، ولهذا ذهب. لكن الله سبحانه وتعالى ماذا قال في هذا الامر؟ ان الجن ممكن ان يلتقي بالانسان؟ مستحيل يكبي. اين الدليل؟ لا في هذه اقاويل بالتاكيد هي خرافات واوهام تقال، ولكن على التسليم. يعني في بيان لما سيدنا سليمان قال يا ايها الملأ ايكم ياتيني بعرشها قبل ان ياتوني المسلمين، قال عفريت من الجن انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. ده كان سيدنا سليمان. نعم. فالعفريت من الجن، العفريت من الجن قال انا اتيك به قبل ان تقوم مقامك. هل هذا